من بعد ما خلصت الحلقة إجاني إلهام، وبتمنى أنه ما يصير هالإلهام اللي إجاني هلأ من بعد ما خلصت الحلقة معكم. عندي إحساس 2024 يا حأفقد حدا، يا حدا حيفوت مستشفى، يا حدا حيسخن من عائلتي، مش ضروري من بيتي بس من عائلتي. وإن شاء الله بتمنى هالتوقع ما يصير، لأنه ممكن يكون كتير قاسي علي وأنا ما بتحمله، فبتمنى هالتوقع ما يصير. بودعكم، شكراً.